اولا معكم جبريل البصيري. الحمد لله على كل حال قدمنا مباراه كويسه، بس التوفيق ما حالفنا والله الحمد، ما قصر العيال سووا اللي عليهم، لكن الكوره كذا فوز وخساره، هذا اللي اكثر شيء اقول، لكن ان شاء الله في البطوله القادمه نحقق البطوله. هاني الداود اداري شباب النصر. نحب نشكر مجلس دبي على حسن الاستضافه وعلى بصراحة الدعوة الكريمة التي قدمت لنا، كل الشكر والتقدير. الحمد لله وجدنا جميع الحفاوة والتقدير من مجلس دبي، وإن شاء الله بإذن الله تتكرر زياراتنا إن شاء الله لدبي، وإن شاء الله أن نحب نؤكد أننا استفدنا الاستفادة الكبيرة من ما قدمه لنا مجلس دبي في الدورة، وإن شاء الله بإذن الله نطمح ونتمنى أنه الدورات القادمة نكون معاكم بإذن الله إن شاء الله. عبد الله ابراهيم فرشان من نادي النصر، واحب اشكر القائمين على هذه البطوله الناجحه في الامارات الشقيقه، وابارك لفريقنا نادي فالنسيا الاسباني للحصول على المركز الاول، هارد لك لنا المركز الثاني المشرف نادي النصر، والحمد لله كانت بطوله ناجحه، واحب اشكر كل القائمين على هذه البطوله، وشكرا للعميد فهد المشيقح اللي وقف معنا في كل اللحظات، والمهندس عبد الله العمراني، وشكر خاص لإدارة النادي النصر، والحمد لله على كل حال.